تنقسم بشرتنا بطبيعتها إلى لونين، لون خارجي ولون داخلي. الخارجي اللي نشوفه بالعين المجردة، أما الداخلي فهو الأندرتون للبشرة. إيش هو الأندرتون وكيف نعرف ألوان الملابس وصبغات الشعر والمجوهرات المناسبة لبشرتنا؟ أكيد يسعدنا أننا نتكلم في هذا الموضوع مع خبيرة المظهر ومحللة الألوان الأستاذة منال الحربي. هلا وسهلا بك يا منال. أهلا بك حبيبتي. أهلا. كثير ناس ما يعرف ايش يعني اندرتون، ومن اول احنا نتناقش قبل الفقره عن هذا الموضوع، فايش هو الاندرتون؟ الاندرتون هو الجلد، الالوان الصبغات والعروق، الدهون اللي تكون تحت الجلد ما تبان الا لما نسوي عليها مثلا تحليل بالالوان بالاقمشه، فهي اللي تبان اكثر شيء. يعني احيانا مثلا تكونين لابسه لبس ما هو مناسبك، فتحسي انه تغير الالوان يبين عيوب البشرة، ايوه يبين عيوب البشرة اكثر. نعم. تبرز الهالات عندك اذا فيك وردية تبان. فهي دائما تكون هي اللي تحت الجلد ما تبان يعني. فالغلط انه يحسبون البنات انه الجلد الخارجي، والجلد الخارجي هو لا، هو التون. الاندرتون دائما ما يبان الا بالتجربة، الالوان الغلط والتجارب يعني هي اللي تبين توضح لنا اكثر يعني. نعم. منال انت قاعدة تتكلمي كلام صعب للغاية علي، يعني انا استوعب فعليا انا اصنف نفسي من الناس اللي جاهله في هذا الامر، وكنت اقيس فعلا الالوان بناء على البشره الخارجيه ولا اعرف ايش هذا هو الاندرتون ولا ايش اثره عليه. انا الان كيف اعرف يعني عشان اعرف مثلا تحديد بشره، هل في لازم اروح اجرب كل الالوان علي ولا اروح لاختصاصي مظهر؟ ايش الخطوه؟ هو الافضل انك تستشيري خبيره مظهر عشان تكون يعني هي اللي عارفه وعندها الخلفيه الاكثر يعني. لكن انت مجرد انك ما تجربين كذا قطعة بتلاحظي على نفسك يعني. أحيانا بتلاحظي، أحيانا والله ما نلاحظ يا منال. أنا مش زي ناس أحب اللون ويدخل مخي والناس كلها حولي تقولي مش حلو، يا والله عاجبني. لا أحيانا تلبسين مثلا الأسود، يعني بنقول الحين أنت لابسة الأسود فتحسي إنه أوكي الألوان عليك كلها تمام وأمورك تمام ماشية حل. حطي مثلا اللون نقول الأصفر أو الأورنج، شوفي إيش اللي يتغير فيكي. حتلاقي يمكن تصبغات الحولين شفايف. منال هلا، الناس اللي تقدر تعرف عيوب الالوان احس لازم يكون شخص مختص فاهم. يعني ما احس، او اتكلم عن نفسي، مهما جربت انا الواني بنفسي بجيب العيد. طيب انت احيانا مو تلبسين لبس، احيانا يقول لك الله اللبس هذا عليك حلو. صحيح. صح. احيانا يقول ايش فيك تعبان انت شكلك اليوم. صحيح. مرهقه. صحيح. خلاص يعني هذا الشيء مو مناسبك. صح. اللون اللي انت لابسته مو مناسب. احيانا نفس الروج، يعني الروج ريد بلو عادي، اللون الاحمر الصريح ترو ريد، خلاص انت بتحطينه يكون عليك احمر، اختك بتحطه بيقلب عليها رمادي. مزبوط. لانه اخذ على صبغه جسمها وانت اخذ لون صبغه جسمك. صح. فالالوان الصريحه اللي صافيه تمشي على نفس لون البشره، تتغير من واحده لوحده. فعشان كذا اقول لك تحليل الالوان، يعني الالوان ترى بحر وعلمها مره يعني، يبغى له خبير ومختص هذا يعني. هو انا احس ان لا تتركينا، لا يعني خلينا نقول لا، راجعوا اخصائيين او خبراء مظهر فعلا يعني. لو انا الصور لو بتعرض حتشوفون مثلا اشواريا الهنديه، ممثله الهنديه طالعه في لوكين في الريد كاربت، يعني بصراحه لوك طالعه شكلها جدا جميل وانيقه. اللوك الثاني مبينها جدا يعني، واحده اكبر من عمرها. صادقة كتير. صادقة منال، يعني يمكن احنا بنجرب هذا على ارض الواقع هنا، يعني بنحط مثلا نفس المكياج سهلة، لكن اذا غيرنا اللبس اللون كذا كذا فجأة، طب انا حاطة نفس المكياج ليش شكلي مختلف عن الحلقة اللي فاتت؟ يعني اتاري هو اللون اللي بيكون لابسينه بيعكس على مكياجنا وبيعكس على وجهنا. حتى البسيط يعني اكسسوار الفضي ما يناسبكي والذهبي ما يناسب مثلا يعني احد ثاني يعني. ما هو ده ايش البشرة البارده والبشرة الدافئه وايش هذه؟ ايش كيف اعرف؟ لا انا بشره محايده يعني انا اقدر البس كل الالوان. كيف نعرف؟ حتى البشره المحايده تنقسم قسمين، بتكون بشره محايده دافيه وبشره محايده بارده. منال لحظه، شو السالفه؟ لحظه، انا شخص هنا مش فاهم. ترى فعلا معلومات جديده علي ان في بشره دافئه وبشره بارده، وده احكي لنا شويه عن ايش هذه الاشياء وكيف تصنف اصلا وكيف اعرف انا دافئه ولا بارده؟ طيب قلت لك لازم يكون فيها اختبار تحليل الوان. هذا اللي احتاج اسمع، وين اسوي الاختبار؟ هلا؟ وين يصير الاختبار؟ لازم يكون عند مختص. مختص بصراحة. يعني مثلا يعني هي اللي تبين لك بصراحة، انه يعني صعب يعني. زمان قبل لما كنا نروح الميك اب ارت ايش تقول لك؟
شلون فستانك او شلون اكسسوارك وتحط لك المكياج صح ولا لا؟ بس انا وقتها كنت اعتقد عشان لون الاي شادو اي عشان كذا بس او تحط لك طبقه كامله من الفونديشن نعم فزين اللي تلغي الملامح كامله وترسمك من جديد. يا سلام هذا غلط. احنا طبعا غلط نكون طبيعيين بنفس الوقت يكون الجمال يعني حلو طبيعي يعني تبرزنا. يعني مثلا عندنا البشره اللي هم الاسيويين اللي هم اليابانيين والكوريين هذه تعتبر بشره صفراء فيها صفاري تهيألي لون الجلد اي ما له دخل في لا يعني منى زكي او اريانا كلهم هذه سمرة وهذه بيضة بس كلهم يتصنفون بشرة دافية تدرين؟ كلهم يصنفوا بشرة دافية نعم. وخريفية برضو لأنه فيها الأوليف فيها اللون اللي هو الزيتوني هذا أيوة اللي بس شوفي هذه سمرة بالضبط وهذه بيضة لكن يبقى تشاركوا في الأندرتون هو نفس الشيء أنا هنا ضايعة يعني أنت قاعدة تتكلم وأنا هنا يا غافلين لكم الله يعني إلى الآن قاعدة أحاول أستوعب وإن شاء الله يا ربي ما يكون المشاهدين زيي لا لا إن شاء الله بإذن الله هو العلم كل ماله يتطور وبدأوا البنات الحين يتعمقون أكثر يعني فيه يعني خبيرات المظهر بدأوا ينتشروا أكثر بصراحة في السعودية في الوطن هذا هو كنت هسألك الآن أنا أنت قاعدة تتكلمي وأنا قاعدة أقول يا ربي أنا وين هروح لمين هروح وكيف هروح ما شاء الله في بنات كثير ما شاء الله خبيرات مظهر موجود يعني صار في اهتمام في هذا الموضوع بشكل يعني كبير صراحة ما أتكلم لك بس عن السعودية حتى في الخليج في الوطن العربي يعني ما شاء الله البنات كل مالهم يتعمقون اكثر واكثر هذا الشيء ويتطورون يمكن هو علم واضح هو علم, علم كل ماله يتجدد يعني لي تقريبا اكثر من كم سنه وانا فيه بس كل مره بتعلم اشياء كثيره نعم حلو الواحد انه يثقف نفسه برضه اكثر ويتعمق طب منال يعني انا عشان ابدا اعرف بشرتي واتعرف عليها اكثر واحددها اكثر انا الحين مثلا خلينا نتخيل اني انا جيت لعندك تمام. انت الان خبيره مظهر وعندك الدرايه والعلم الكافي بهذا الامر حلو. ايش الخطوات اللي هتاخذيها معي عشان توصليني الى معرفه بشرتي بشكل كامل يعني هو تعتبر سر من اسرار المهنه لا نبغى نعرف السر اكشفي لنا السر الان طيب اكثر شيء يبين يعني فعلا اندر تون بشرتك وبسرعه الاقمشه مره تبينها لانه حتكون عندنا مجموعه اقمشه لجميع الفصول الفصول تنقسم زي الوان فصول السنه ربيع وخريف وشتاء وصيف نعم. فبنجرب الاقمشه عليك احيانا تكوني انت طيب بشره محايده تكوني مثلا صيف وربيع او شتاء وخريف فتكوني تقدر تدمجي من هذه ومن هذه تقدر تدمجيهم اثنين عفوا وعادي تلبس الملابس بس تشوفي ايش اللي اكثر شيء بارز فيكي تستخدميها من الالوان فهمتي ربنا يبغى له خبير الموضوع احتاج اجرب صح نجرب احتاج اجرب فعلا تجربه مره هي موضوع ثاني ايضا مهم لون صبغه الشعر يعني تلاقي مثلا واحدة حنطية لون البني الشوكولاتة عليها جميل جدا فعلا. اللي فيه قليل من الحمار بينما واحدة بلون بشرتي لو حطت لون الشوكولاتة هذا الله لا يوريك ايش يحصل فعلا يغير ملامحها بصراحة فدائما الالوان اللي على رمادي مثلا انا تناسبني اكثر يعني فكيف بتحددوا صبغات الشعر كمان خلاص مجرد ما هي تعرف هي اي قسم صارت فيه فخلاص تمشي على لانه اندر توم ما يتغير ثابت ما يتغير نعم. يعني اللي بتتغير التون الجلد من عوامل البشرة لكن أندر توم ما يتغير ثابت مستحيل واحدة تقول لك لا أنا بغيره إذا بتغيرين بحالات يعني مثلا تصبغين الشعر تغيرين الميك اب تغيرين يعني تغيرين استايلك كامل نعم من فصل لفصل عشان تقدرين تمشين معه لكن إنه مثلا تجسين على نفس هذا الفصل وتقولي أنا بغير من فصل لفصل ثاني بس تغيرت صبغة الشعر حيبان فرق اللي مره مو حلو يعني ايوه لانه بالفعل في صبغات تكبر وفي صبغات تبين يعني بشرتك تبين لونك تبين سنك الحقيقه يعني بينما في الوان تحطيها تبينك سيده كبيره وتديك يعني عمر ثاني واصلا ستايل ما الصبغات لما نروح المشاغل بنقول شعري اسود هي شايفه شعرها اسود بس شعرها مو اسود انا شعري كل ما رحت اصبغ قالوا لي شعرك اسود ولازم سحب لون واتراجع مو اسود بني يعني بني اسود اللي نقول عليه بني المحروق ايوه الاسود اللي يكون فاحم لما تطلعين في الشمس بتشوفين يعطيك على زراق كذا اللي نقول عليه احنا اسود مزرق اسود مزرق حلو الاسود المزرق مره هذا نادر اتوقع لون نادر لون نادر اي لون شعر نادر هذول هم اللي نقول عليهم انه شعرهم اسود يعني وانا متباهيه الحين واخر عني شعر لا اسود يعني تحت الشمس يبان اذا كان في لمعه حمراء انا مش اسود تحت الشمس اي في لمعه حمراء او في لمعه على زراق صح اي بس في الشمس هي اللي تبان اذا اعطاك يعني لون ازرق يعني الاسود المزرق اطلع في الشمس وصل للضوء ازرق بس انت لو تصبغين اسود حتلاحظي الفرق يعني حيعطيكي اكبر من عمرك
يدينا اكبر من عمرنا. فانا احس انها هي بشره دافيه. دافيه حنونة. شوي. وانا بارده، قولي لي بارده عشان لا انا لا والله انا احس انك برضو يعني فيك شويه اتوقع انك انت محايده اقرب. انا محايده يعني. انا صعبه اقرب. انا بين ربيع العرب. هل شفتك ريم تحت الهواء كانت تسالك وحطت المجوهرات الاساور وبديتي تقيسي بناء على الاساور اللي موجوده، هل هذا بيساعد في تحديد الاندرتون؟ لو تلبس يد ذهبي واليد الثانيه فضي حتشوف ايش اللي يبرز اكثر. شوفي زمان انا كنت احس اللون البلاتيني هو اللي يليق على بشرتي، اليوم لما كبرت في السن شويه احس ان اللون الذهبي هو اللي احلى علي. بس انت لما تحطيها تحسي عروق تبان، المفاصل تغمق اكثر. ما ادري عروق اللي من هنا اليد تحسيها فيها تجاعيد يعني هي اللي تبان اكثر شيء. انت تقدري تحددي اكثر مني يعني الموضوع صعب علي صراحه. اقل شيء يعني بتحطي يد فضي ويد ذهبي نجرب نشوف الفرق بين اليدين. هذه طريقه سهله جدا برضو احس اني انا ما اقدر احدد الا لانه حتشوفي حيعكس على المفاصل على العروق على التجاعيد تشوفيها تكون واضحه. لون بشرتي يختلف يعني المؤشر لون البشره؟ لا تحسي مثلا الذهبي او الفضي يعني زي مثلا انا لابسه ذهبي او الروز جولد تمام علي. لو البس الفضي حتلاقي تشوف العروق هنا عندي باينه اكثر تبان المفاصل عندي اغمق، فلما بحط يدين بجنب بعض حتلاحظ الفرق يكون واضح. اوكي انا احس جلد ذهبي. الذهبي يتهيألي على البشره الحنطيه البشره الاوليف اللي هي الزيتونيه هذه يجي على الجميع على الاغلب احلى في بلدنا يعني خلينا نقول في يعني في المنطقه العربيه الخليج. ما اقدر اقول انه الذهبي للكل اي لانه زي ما قلت لك يعني في بشره بيضاء وبشره سمراء وتلاقيهم كلهم اثنينهم بشره دافئه بيليق عليهم اكثر يعني. ما ادري اذا كان احنا عندنا صور حنشوفها المفروض ونتكلم عن هذا الموضوع عشان تكون واضح اكثر يعني فيا ريت تعرضوا لنا هي. ف يعني ذكرتي انه في بعض الممثلات بيكونوا على الريد كاربت بتظهر شكلهم بلبس غير وفي يوم ثاني بلبس مره غير وبيبان الفرق كبير. ايه مره يعني بياثر على اللون بياثر على الطله بياثر على النضاره بياثر على اشياء مره كثير يعني. يعني زي هاي اشواريا لو تشوفونها يعني الروج بس حاط لون الموف وهي بشرتها دافيه مخليها واحده ثانيه. حلو يعني الموف يعني ولا لا؟ طالع على بشرتها؟ لا مخليها كبيره بالعمر مكبرها يعني مكبره تقريبا يمكن 15 سنه. بالضبط الصورتين مره يعني فرق شاسع بينها وبين الصوره وهي حاطه الميك اب الدافي يعني فشكلها احلى. تتذكر زمان لبنى يمكن لو نرجع لصورنا القديمه يعني ونشوف مكياجنا انا أول ما برجع لصوري القديمه حتى انا ونشوف مكياجنا اول يعني نشوف شكلنا ترى ممكن يكون اكبر من الان. انه انا كيف كنت احط الروج اللون ده او كيف كنت اسوي حواجبي واغمقها بالشكل هذا كان وقتها معلش ريم برضه هو كان على قولها كان ترند انه كل الناس زي بعض ما كان اللي هو رسم الجمال اللي هو ابراز الملامح واختيار اللون المناسب قد ما هو انه خلاص كلهم ده الموديل وكلهم ده اللون خلاص زي كلنا نختار بناء بغض على النظر او يناسبني او لا. والله زمان ما كنا بنختار على اكسسوار ولا نكون نشوف الممثله الفلانيه ايش سوت يجيبوا صوره بلبس زيها في زواج اخوي مثلا ابغى نفس مكياجها اتذكر والله عشان انا لابسه فستان يشبه له او اتذكر مره المحدد الاسود مع الروج البنفسجي كان ترند تتذكري هذا؟ ايوه يعني اي واحده تحطيها تحسي انه في اموات طالعين يعني من ما اعرف كيف مشي علينا هذا وقتها هذا صراحه كان يعني فتره لا بس الان في وعي اكبر يعني الان الله ما شاء الله يعني. يمكن وجود السوشيال ميديا انتم كخبيرات تجميل كمان اتوقع الكثير يعتمد على حسابات خاصه على السوشيال ميديا يحط فيها نصائح ويحط فيها حتى لو مؤشرات بسيطه احنا نقدر نستعين فيها شخصيا عشان اقدر على الاقل استرشد الين ما اجلس مع مختصه او مع خبيره تقدر تساعدني. بس انا احس الكل يعتمد الان على السوشيال ميديا ما حد يفكر ياخذ خطوه ويروح لاستشاري او خبير يجلس معه لسه نحس انه الله اكبر بروح اقعد فعلا في بعض البنات يعني وحتى قليل منهم انه تقول انا اعرف البس ما احتاج احد يلبسني او انا اعرف اختار. بس انا بقول الاغلبيه بصراحه صار عندهم وعي لا انا بكون افضل زي لما نروح استشاري جلديه استشاري مظبوط الواحد يبحث عن دراسه او شيء كلنا بنتطور وبنتعلم. مظبوط سؤال اخير ومهم من البشره او من صاحبه لون البشره الاكثر حظا اللي يليق معها اغلب الالوان نقدر نقول يمكن البشره المحايده المحايده بس حتى المحايده في منها محايده دافيه وفي منها محايده باردة. يعني بارده بس على الاقل المحايده تقدر تدمج فصلين مع بعض يعني ممتاز تاخذ الوان اكثر يعني
احنا نحتاج نجلس مع بعض يا منال. بالخدمة. لا لازم، لان انا بتتكلمي عن شخص من الزيرو مش فاهم ايش قاعده تقولي، يعني فانا احتاج اعرف كل هذا الشيء. تمرين. فبالعكس يعطيك العافيه. يعافيك. منال كثير كنت سعيده جدا بوجودك معنا، وانا بالنسبه لي معلومات جديده بحته علي، فاتمنى انه يكونوا المشاهدين مش زيي ويكون عندهم البيسك في هذا الموضوع. شكرا جزيلا منال حربي لوجودك معنا. العافيه. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين لكم. اليمنى احنا كده وصلنا والله انا لسه مستمتعه استنوا لا انا ما ابغى اخلص الحلقه جدا يعني. انا من كثر ما انا عقلي معاكم للاسف ما كنت حاسه ان احنا وصلنا الى نهايه الحلقه. شكرا منال، شكرا ريم لوجودك معنا في هذه الحلقه. مشاهدينا انتهت حلقتنا وانا مش حاسه فيها. اذكركم انكم تشاركوا معنا في استفتاء برنامج سيدتي من خلال الهاشتاج الظاهر امامكم. انتظرونا بكره اكيد في حلقه جديده. شكرا.